معرض النعمان 26/6/2012 جامع النعمان في معرض النعمان حي الغربي. سقطت احدى القذائف هنا كما تشاهدون هنا احدى القذائف لاننا نكبر في هذا الجامع. وبالامس سقط الشهداء والقذائف على معرض النعمان، والان سوف نقوم بجوله في معرض النعمان لكي نصور ما حدث في مدينه معرض النعمان من تخريب ومن اضرار منزليه وماديه وجزئيه. وهذه احدى القذائف التي سقطت من قبل الطائرات التي بعثتها لقوات النظام من قبل روسيا. وهنا احدى القذائف التي سقطت على البيوت الآمنة العزل. وهنا ايضا سقطت احدى القذائف على البيوت الآمنة. شاهدوا الحطام هنا. وهنا احدى القذائف التي سقطت على البيوت الامنه في معرض النعمان، وهذا احد القذائف التي تسقط على معرض النعمان. انظروا تصنيع روسي. وهذه احدى القذائف التي سقطت هنا على المحال التجاريه. المحل تدمر بالكامل. نقول للمشاهدين معرض النعمان مدينة شبه منكوبة. الله أكبر، الله أكبر.